السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أحمد البنا. هقولكم النهاردة على مشكلة إن شاء الله أنا حلتها في جهاز اللابتوب بتاعي، وهي كانت عبارة عن إن صوت المروحة عندي كان بيعلى بشكل كبير وكان عامل لي إزعاج. فأنا بطريقة سهلة إن شاء الله هقولكم على الطريقة دي، واللي دي تستخدموها إن شاء الله في ويندوز 10، وإن شاء الله لو احتجتوا ويندوز 11 هقولكم عليها. أول حاجة بتدوس على قائمة ستارت، وبعدين بتدوس على قائمة سيتنج، وبعدين بتخش على السيستم كده بالشكل ده، ومن السيستم بتختار باور اند سليب، وبعدين اتنشن باور سيتنج. بعد كده يبقى قصادك خيارين، هتختار انت اللي هو ريكومندد العادي اللي هو الاولاني اللي هو تشينج بلان سيتنجز. هيطلع قدامك الخيارات دي، دوس على اول خيار كده بالظبط زي ما انا عامله بالماوس، وهتطلع لك القائمه دي. طبعا من باور بروسيسور باور مانجمنت هتختار تالت واحده دي اللي انا معلم عليها اللي هي مينيمايز بروسيسور ستيت، وهيطلع لك هنا خيارين، في واحده الاولانيه هي اون باتري والثانيه بلاجد ان. دول بالظبط كده لو انت بتستخدم البطاريه في اللابتوب فكده كتير عليها الطاقه 100%، خليها 75%، والثانيه لو كابل الكهرباء برضه خليها 75%، وبعدين ابلاي اوكي، وبعد كده هتقفل الكمبيوتر بتاعك وترسطره. وان شاء الله انا بوعدكم ان بعد الحل ده ان شاء الله هتلاقي صوت المروحه بتاعتك هدي خالص ومش هتسمع له حس، وهيبقى تمام. اي سؤال ما ان شاء الله معاكم في التعليقات. شكرا.